أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، طبعا المستوى ما يجيب من فراغ، أكيد كان في اجتهاد بالتمرين، كان في عطاء بالتمرين، والحمد لله يعني هذا المستوى بفضل الله ثم فضل إخواني اللاعبين. أحمد زنكي ما يلعب روحه بالملعب، لا بالعكس، في 10 لاعبين يساندونه بالملعب، والحمد لله رب العالمين، وهم اللي طلعوني بصورة مميزة. كابتن أحمد، في الفترة الماضية كان في بعض الهجوم على كابتن أحمد الزنكي، خاصة من بعض جماهير القدساوية، تفتكر ليه وردك إيه على الهجوم؟ لا صدقني، شوف الهجوم اللي صاير على أحمد زنكي أنا أعتبره أنه مو من الجمهور القدساوي، لأن أنا أعرف الجمهور القدساوي عدل. بعض من الجمهور العرباوي وبعض من الجمهور القدساوي اللي ما يشجعون أنديتهم من قلب، بس مسماهم أن أنا مشجع العربي أو مشجع القدسية، هذول يحبون الشو قدام الناس. مثل ما تفضل المشجع العرباوي اللي قال أحمد زنكي قايل كلمة حق محترف نادي العربي، وانا رديت عليه امس وقلت له اذا عندك فيديو انا اعتزل كره القدم، وما ما ما دزل فيديو يعني، بس هو بس يحب يسولف، لو انه صاج على معلومته كان نزل الفيديو. وانا للحين انطر الفيديو. كابتن احمد، نادي الكويت الفتره اللي فاتت عليه سبورت جامد وضغط جامد، واي مشكله بسيطه بيتم تضخيمها؟ شوف، اكيد نادي الكويت نادي بطولات، صاحب بطولات، وخلال العشر سنوات الاخيره هو دايم اللي مكتسح جميع البطولات، فاكيد يعني جماهير الانديه الثانيه تكون زعلانه بحكم ان نادي الكويت ياخذ بطولات وفريقها مو قاعد تاخذ بطولات، فقاعد تحط اي شيء. حبيبي العود، شايف ان الازمه بتاعت جمعة سعيد ازمه دي بتحصل في الملعب، تم تضخيم اعلاميا ويعني كان على اي شوف، لا اكيد هو يعني جمعة سعيد لاعب محترف، وانا اقول لك اياها، جمعة سعيد اللي سواه غلط، لكن الواحد يتعلم من غلطه، وبالعكس يعني حتى جمعة سعيد اعتذر من برنامج الانستغرام، وهذه تحصل يعني بملعب كرة القدم، الامر هذا يعني شيء طبيعي، نرفزه وهذا شيء طبيعي. بتعلم بالاحتراف الخارجي؟ اكيد ما في لاعب كويتي ما يحلم بالاحتراف الخارجي، بحكم ان الدوري عندنا شويه ضعيف وما قاعد نتطور، لكن ان شاء الله اخلص دراسه وبعدها نشوف وين الله يوصلنا ان شاء الله. لو بتحب تحترف برا، ايه الوجهه اللي انت تتمنى تلعب فيها؟ السعوديه. السعوديه اكيد. مثلك الاعلى داخل الكويت وخارج الكويت؟ جابر الزنكي، ما في غيره. حبيبي يا العود، بعد راسي.